في القناة. غادي نجربو غنديرو العصير ان شاء الله ديال ليمونة وبرتقالة وتفاحة، اللي واحد العصير كيعطي كمية كبيرة ومنعش وينفعنا ان شاء الله في شهر رمضان. عصير اللي كيجي يعني خفيف وسهل التحضير. هنايا كما كتشوفوا عندنا 4 ديال المكونات. عندنا ليمونة اللي انا درتها في الفريغو، ماشي تلجات بزاف ولكن يعني قاصحة. هنا عندنا حامضة وتفاحة، عندي كاس ديال السكر، عندنا هنايا الصفاي باش غادي نصفيو، والماكينة ديال العصير. هادشي علاش غادي هادشي اللي غادي نحتاجو. اول حاجة غادي ندوزو ان شاء الله غادي نبداو نقردو في الليمون ديالنا والحامض. غادي نقطعو الحامض ديالنا دوائر باش نشوفو الا كاينين شي عضومة، خصنا نحيدوهم ضروري باش ما يمروش لينا العصير. كما كتشوفو نحيدو هاد العضومة كاملين، ضروري تردو البال ما تكون حتى شي عظم لا في الليمون ولا في الحامض، يعني لا في البرتقال ولا في الحامض، كاع العضومة اللي كاينين نحيدوهم. راه قاصح شوية، هانتوما هنا ما كاين والو وهنا ما كاين والو. غادي نحيد هاد العويد وغندير نفس العملية، غادي ندير نفس العملية للبرتقال. راه قاصح يعني انتما ما كاين حتى شي حاجة. ضروري نقلبوه باش ما يكونش فيه العظام، العظام هما اللي كيمروا لينا العصير ديالنا. غادي نضيفو التفاح ديالنا، قطعنا التفاحه، غادي نديرو الحامض، الليمون، وجوج اترو ديال الماء. هو اللي نسيت ما قلتوش لكم قبيله في المقادير، جوج اترو ديال الماء، واللي بغاتو يجيها ثقيل شويه ديري ترومس. هما جوج اترو كيجي الا كانت التفاحه والليمونه والحامضه كانوا كبار، راه كيجي بجوج اترو ديال الماء كيجي مزيان هاد العصير. انا هنا عندي كيه جوج اترو، الكاس ديالي ديال العصير كيه جوج اترو. ها هي غادي نضيف هادشي كله اللي قطعت، غادي نطحنو. الا حبست الفيديو باش ما تسمعوش الصداع ديال الماكينه، ومن بعد غادي ندوزو نتلاقاو ان شاء الله باش نصفيو. غادي نضيف كاس ديال السكر، غادي نضيف الماء، غادي ندوز نطحن العصير ديالنا. من بعد ما طحنا العصير ديالنا غادي ناخذ الصفاي وغادي نبقى نصفي فيه بشويه بشويه. حتى ينزل لينا غير العصير ويبقى هادشي اللي شاح هنا. شويه بشويه كيبغي الخاطر، وحاولوا العيون يكونوا شويه رقاق ديال الصفاي ديالنا، ما يكونوش غلاط باش ما ينزلش لينا هذوك الطروفه ديال القشور ديال الحامض والليمون. هاد العملية كتبغي شوية ديال الخاطر،
بحال هكا صافي. دابا غادي ندوز ان شاء الله، ملي نكمل غادي ندوز ان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي. من بعد ما طحنا العصير ديالنا كنحصلوا عليه على هذا الشكل، كيجي خفيف ها نتوما. غادي ندوزو دابا نقدموه ان شاء الله. العصير ديالنا بعد ما كمل انا قدمته بحال هكا، وعندي قرعه اخرى راهي درتها في الثلاجه، كيجي بارد وكيجي منعش. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوا هذا العصير اللي انا شفته وجربته وعجبني بزاف بزاف بزاف. يعني عصير خفيف واقتصادي. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وكنتمنى ديروا لايك للفيديو وتخليوا تعليق وتبارطاجيو القناه والفيديوهات مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وخليتكم في رعايه الله، والسلام عليكم.